لا تبكي يا روحي، خلصنا. شبكي سونال؟ مو هيك نفس صوتها. خلاص انسى، يلا نام. بس شوريا؟ 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 طيب ماشي، ولا يهمك، أنا بظبط الأمور كلياتها، لا تاكل هم. خلص مو مشكلة، منحكي. شوريا؟ أنت هون؟ إيه أمي، استني. إيه؟ شوريا؟ أنا أمك، مو موظفة، ما عندك وقت حتى ترد علي وتحكي معي؟ أمي لو سمحتي، أنا مشغول شوي بس. أنت دايما مشغول؟ لازم آخذ منك موعد؟ ابني فكر بشي غير الشغل لولا مرة واحدة، واعطيني من وقتك ماشي؟ أمي هذا الاتصال كان مهم. طيب على الأقل كنتي خليني خلص تليفوني وبعدين منحكي قد ما بدك. رجاءً أعطيني التليفون لو سمحتي. أول شي قلي، ليش عم تعمل هيك؟ معقول الكل مشغول بتحضيرات العرس إلا أنت؟ من مين عم تهرب؟ قول شو في؟ أمي أنا عم نفذ الشي يلي أنتي عم تطلبيه مني، بس صدقيني أنا ماني مبسوط أبداً. أنتوا عم تدبروا هذا الأمر، أنتي وأبي وخالتي وفيكي، وأول ما تخلصوا أنتي خبريني لحتى جهز حالي وأنزل فوراً. بس لا تتوقعي مني أكتر من اللي عم ساوي. خلص شوريا، بتمنى تفكر أكتر، أمنيتي الوحيدة إني شوفك مبسوط. لأيمت بدك تعاني؟ وليش؟ أمي أنا انحرمت من السعادة السنة الماضية وما عاد رح كون سعيد. أنا هلأ عايش من شانك، بظن هالشي بكفي. يلا امشي ابني. مرحبا أستاذ، نحن جايين من ريشيكيش لنغني بالعرس. أنا بانفار يلال جول. الكل مشغول، رجع بعد شوي. هنن دعونا لنغني. أنا ما حدا خبرني بهيك موضوع، كيف بدي صدقكم؟ شايف هالمصاري اندفعوا لي مقدما حتى غني بالعرس. أنا ما عم بكذب عليك، أنا ماني موسيقي تقليدي، أنا مغني شعبي. قلن أنا بانفار يلال جول وهنن رح يرحبوا فيني. يلا روح. انت ما بتفهم؟ عم قلك ارجع بعدين، مشغولين كتير هلا. اسمعني منيح استاذ، فوت لجوا بسرعه وقلن انه نيف موجود هون، والا رح علمك درس ما تنسى بحياتك. حبيبي هون دلهي، مو ضيعتك، ما فيك تهددني هون. يلا من هون، مين مهتم بفنكم؟ استاذ لو سمحت حاكينا باحترام. فاندانا وينا؟ بدي افهم لوين راحت هاي؟ انا دورت بكل مكان، دورت بالبيت بس ما لقيت ابدا. طول بالك ابني، معقول راحت على دلهي؟ زوجك أكيد ماله بيوعيه أبداً، معقول إنه يكون حابب فاندانا أكتر مني مثلاً؟ إذا بترجع لذاكرتها هالشي رح يكون كتير كارثي. أمي إذا انسجنت ما رح سامح أبي أبداً. اسمعيني واعتبريه تهديد لإلك ولإله. ماندار انتبه على حكيك، ما تقلق ماندار، منلاقيها لا تخاف. قليلي كيف رح نلاقيها أمي؟ لا قالولنا ولا حتى خبرونا وين بدهم يروحوا. قليلي وينهم أمي؟ ليك ليك يا ماندار، ما في داعي للعصبية هلأ. إيه؟ اهدى اهدى، إذا بتريد عم قلك رح نلاقي الحل، رح نلاقيه.
أعمل أي شيء، أي شيء. شو بدي أعمل؟ ها؟ أنا خاطرت بكل حياتي حتى أقدر أنقذ لحياتها، بس بالأخير تخيلي بيطلع أبي هو عدوي. فكري أمي معي منيح، بركي عندهم قرايبين بدلهي، بركي حدا لقاها بالصدفة، بركي رجعت لها الذاكرة مثلاً. دائماً أبي بيحاول ما يفوت ولا فرصة وبيعمل لي مشاكل، شو هاد؟ تعال تعال وين رايح؟ تعال لو سمحت تعال. وين رايح؟ هون. واقف عندك، واقف لا تركض. نيف على مهلك، ليش عم تركض؟ واقف عندك، واقف. نيف نيف وقف. عمل لك وقف عندك. نيف بدك تضلك عم تركض؟ ليك عمي هلا بينقطع نفسه لنيف. يا ابني رح ينقطع نفسك، وقف يا ابني. عمالي يا ولد شوفي شو عم يصير هون. بسني اذا فيك. هلا شو اللي عم يصير؟ احكي. سيدي اجوا على البوابة وحاولت امنعهم يدخلوا، بس شو؟ اللي يلا ليش ما خبرتنا؟ كان فيك تتصل فيني، لازم تتعلم تحترم الضيوف تاني مرة. بظن انه حابب يعمل تمارين رياضة لانه تعبان من كتر ما بيضل قاعد على الكرسي طوال اليوم. انا بعتذر. تفضلوا فوتوا رجاء. انت عندك بيت كبير وسيارة فخمة، شكله ابوك معه مصاري كتير، نيالك على هيك اب. لا هدول المصاري إلي. ما فيك تقلد الحركة اللي بتعمل لي إياها أمي. ليش؟ طيب أنا فيني أقلدها؟ لازم تكون رفيقي لحتى تقلدها. أيوة ولحتى تصير رفيقي لازم نروح ناكل أنا وياك مع بعض. مرحبا. طيب بما أنه أنا هلأ حابب أني صير رفيقك عن جد، معناتها خلاص رح أخذك معي على تشاندي تشوك. اسمع، حط أغراضهم بالبيت فورا. حاضر. هات عنا. شوفي شو عندن. ماما شوفي هاد شو كبير، والمي عندن كتير نظيفة. أمي بتخليني انزل شوي اسبح؟ ماما ماما خليني انزل. خلص خلصني. شوريا عاوزك ضروري تعال بسرعة. امي انا بدي اسبح رجاء. يلا هلا تفضل ارتاح، بشوفك بعد شوي. ماشي شكرا. يلا شكرا. وينكم؟ يلا لازم نخلص كل شيء. يلا تعالوا يلا كل واحد يشوف شغله، بدنا نظبط كل شيء. حاضر أخي. ليك اسمع، بدي إياك تخلص خلال 5 دقايق، الضيوف رح يوصلوا وإنت لسه ما خلصت. رجاءً أسرع شوي. على عيني. كتير حلو أختي، صار لنا زمان ما زينا البيت هيك، طالع حلو كتير. هاد كتير حلو مدام. صار كل شيء جاهز وهلأ بدنا العريس والعروس لنبلش المراسم. طيب
دولي روحي اندهي لفيكي ولشوريا يجوا لهون. ماشي. وانا رح روح انده لباقي العيلة. ماشي اتفقنا. شوريا يلا جهز حالك، تأخرنا كتير. عندك شغل ضروري يعني؟ أنا رح ضل ناطرك هون لحتى تخلص. يلا جاي. تمام. أخيرا صرنا هون. بتمنى أنه يعجبهم صوتي. أنا رح غني بالعرس، هي أول مرة إلي. عم أتمنى كتير أنه يوصل صوتي وإحساسي لكل الموجودين، وإني أقدر أسعدهم بغنائي. إنني أتوق إليك من فضلك، لا تبقيني منتظرا طويلا. إنني أتوق إليك. يا ترى شو ممكن يكون في هون؟ من فضلك لا تبقيني منتظرا طويلا. عندها فقط يمكنني أن أكون هادئا. عندها فقط يمكنني أن أكون هادئا. عندها فقط يمكنني. انت ليش دائما بتحب الاذى؟ ما فيك تقعد هادي ولا لحظه يعني؟ مي ليش هذا الباب مقفول؟ من فضلك معقول في حدا محبوس جوا بهي الغرفه؟ نيف هذا البيت مو بيتنا، ما لنا علاقه باي شيء بهذا البيت، وما منقرب على اي غرض بدون ما ناخذ اذن اصحابنا. يلا اقعد هون لشوف. يمكنني. عندها فقط يمكنني أن أكون هادئاً. تفضل. أنا متأكد إني رح مل هون كتير لأنه ما في ولاد حتى ألعب معهم. أمي هداك الرجال يلي شافنا قال لي إنه رح ياخدني مشوار ويطعميني أكلة طيبة، معقول هو يكون عم يضحك علي؟ أو معقول يكون نسي الموضوع مثلاً؟ الليلي نيف مو شايفني إني عم أشتغل ورتب؟ لا تضايقني إذا بتريد. اهلا وسهلا، تفضلوا. شرفت. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكلنا طالعه على خير. طيب ماشي مثل ما بدك. تفضلوا اهلين، شرفتونا. ليش معذبين حالكم؟ اهلا وسهلا، تفضلوا. رجاء شكرا. شايف الفستان كثير لابق لك. شكرا. ما كان في داعي للهدايا. تسلمي. بس كثير كثير حلو. ما ارتحت من الصبح، ما كنت متأكدة انه رح تحضروا. سونال مو ساكنة بالهند صح؟ كيفها مدينتكم؟ كثير حلوة. بس طبعا ما بحبها مثلهم. ستي مو مرتاحة مشان هيك أهلي مو قدرانين يجوا، ولهيك طلبوا مننا أنه نحضر بدالهم. رح أطمن على بيدي. إيه إيه صحيح. وين أموهيت؟ ترتيبات المراسم كتير حلوة. ظريف الجو. أنا بعرف أنه كانت أموهيت زعلانين. مو لا ما بتوقع. خلص لا تعرف. أهلين شرفتنا. مبسوطة أنه إجيتوا، عن جد مبسوطة كتير. بكرة منتفق ومنروح. ليكوا اتطلعوا في حدا جهز وإجا.
يلا. اجى العريس. اجى العريس يا جماعة. شفت هالشيء؟ بجنن. بتجنن شوريا، طالع حلو أنيق مثل العادة. بس أنتي للأسف طالعة سمينة وكمان مثل العادة. شو عم تقول؟ شو هالحكي هاد؟ عم أمزح معك. يا عريس لو سمحت تفضل عود قدامي. إيه؟ تفضل لو سمحت عودهم. يا حكيم مو أنا العريس، هذا هو. ايه مظبوط. لا مو لعبة. يلا تعال. يلا. أها طيب وين العروس؟ دقيقة واحدة وبتكون موجودة. كلكم اتطلعوا. لهون. نيف تعال، صار لازم ناخد الدواء. يلا نيف. يا عمي انت بتعرف وين راح نيف؟ انا راح اروح دور عليه. لا لا خليك انت، انا بدور عليه. نيف نيف نيف. اهلا وسهلا، اجيت بالوقت المناسب. سيدي الوقت غالي، بس الصدفة هي يلي بتحدد وقتك. كمان كنتكن أرشي بتستغلها صح. ايه صارت كنتنا. يلا تعي بنتي. تفضل. لو سمحتوا جيبوا الشال حتى نبلش المراسم. يلا. بيكونوا بلشوا المراسم. ايه ايه مزبوط كلامك. نيف وين بيكون راح؟ Thank you.
قديش في بهذا الصحن حلو؟ بعمري ما شفت كل هذا الحلو حتى بمحل أبي. نيف يا عريس حط ايدك فوق ايد العروس. شوريا شو صاير لك؟ شو في؟ انت منيح؟ شوريا شو عم بيصير؟ شوريا لقيمت بدك تضل تتهرب، لازم تقبل الحقيقة. الحقيقة بتضل مرة كتير وبشعة، والحياة ما بتتوقف عند شخص. أمي أنا ما عم بقدر استمر. شو هالحكي شوريا؟ عم حاول بس ما عم بقدر أبدا. ابني العروس تحت عم تستناك، والمعازيم ناطرينك تحت، وإذا ما عملت المرأة آخر همي المعازيم. أمي أنا قلت لك تعزمي العالم يجوا مثل ما أجوا لهون، خليهم يرجعوا على بيوتهم، يروحوا وياخدوا معهم أرشي. أمي أنا بعتذر منك، ما كان قصدي صرخ بوشك، بس شو بدي ساوي؟ ما بقدر كمل حياتي مع شخص تاني أبدا، ما حدا عم يعبي مطرح مهك بحياتي، هي الحقيقة وما فيني غيرها. أمي صدقيني شوريا ما بقي لك شي من مهك غير الذكريات، وانت عم تشتقلها طول الوقت. إذا ما قدرت تشيلها من تفكيرك حياتك رح تتدمر. تتذكر شو صار معك السنة الماضية؟ مهك 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 وينك؟ ابني مهك على مهلك. شوريا شوريا هذاك على مهلك، خليه يقعد. تعال اقعد. مهك وينك؟ أرشي وقفت جنبك وقتها وعطتك فرصة للحياة وساعدتك كتير حتى تتجاوز حزنك وترجع لحياتك الطبيعية. شوريا 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 هدي حالك. شوريا تركني. شوريا بعد عني. خلص طلع بصير. تركني شوريا مهك. تركني بقى. تركني. ليش هيك راحت وتركتني لحالي؟ هي بعدت موجودة. شوريا عم يعاني من الاكتئاب، إذا ضل هيك حالته رح تسوء أكتر. إذا ما عملتي شي ما رح ينفض منه. خالتي أنا كمان عانيت من الاكتئاب وبعرف تماماً يلي عم يمرق فيه شوريا.
كنت واقفة هنيك لما صارت الحادثة. شفتهم مع بعض بالصدفة مرة واحدة، بس كانت بتكفي لحتى أعرف إنه حب شوريا لمهيك مانو طبيعي. بنتي قوليلي أنا شو لازم أعمل؟ خالتي معي شهادة عليا بعلم النفس، وعالجت كتير حالات مثل هي ضمن تدريبي الخاص، ورح ساعد ابنك شوريا بمرضه. شوريا شو جابك لهون؟ روحي اتركيني بحالي. اهدى، كلنا بحاجة كتف نبكي عليه ومحتاجين حدا يدعمنا. تأكد الأمور رح تتحسن، أنا هون مشانك. ابكي، هالشي رح يريحك كتير ورح يشيل الحزن من قلبك. صدقني رح أوصف له شوية أدوية وبعد ما ياخدها أكيد رح يرتاح. أمي بعرف هالشي، بعرف إنه أرشي هي أنقذتني، وأنا كتير بتشكر تعبها معي. هلأ هي بتكون رفيقتي، بس أنا ما فيني حبها. أمي مو بس أرشي، ما فيني حب أي حدا تاني. ما هيك كانت كل حياتي وحبي كمان. لهيك يا أمي أنا ما بدي أخون مهك بزواجي من أرشي. خالتي في مجال تخليني أحكي أنا وشوريا شوي مع بعض؟ بنتي لو سمحتي انتي انزلي وخليكي مع المعازيم، وانا رح احكي مع شوريا. هالشي بخصنا وبخص حياتنا، لهيك نحن لازم ناخد القرار الصح. طيب هالشي محرج سيد كنا، من فضلك لاقي حل لهالشي. ما في داعي تقلق، كارونا وارشي طلعوا وراح يشوفوا شو المشكله ويجوا. نيهال ليش هيك صاحبتيني؟ حتى اقول لك انه شوريا مانو مبسوط بهالزواج. كيف بده ينبسط؟ شوريا وما هيك كانوا بيحبوا بعض كثير، كيف رح يقدر يحب وحده ثانيه ويتزوجها؟ مزبوط هالحكي. هذا بدل ما نتساعد كلنا حتى شوريا يتجاوز حزنه. مهك ما عادت موجودة، معقول يعني شوريا يقضي حياته عم يشتاق لها؟ يمكن هو ما بيعرف الأحسن إله، بس نحنا لازم ندعمه. وشايفين إنه ما تجاوز فكرة موت مهك لهلأ، لهيك من الضروري إنه شوريا يبلش حياة جديدة. خالتي ليش هيك عم تعيطي علينا؟ وشوريا مشي من هنيك لوحده، نحنا ما طلبنا منه إنه يمشي. نيهال عيب تحكي هيك، بعتذر منك، ما قصدنا نقلل احترامك. إذا ما قصدكم تقللوا من احترامي ليش عم تحكوا بهذا الموضوع؟ شو هاد؟ ما بدك يعني نحكي؟ نيهال قلتلك سكتي، بظن إنه معها حق. شوريا لازم يستمر بحياته. أرشي أنا بعتذر، ما كان لازم أعمل هالشي. مو مشكلة، نحن رفقات كتير، انت طول الوقت قدامي كتاب مفتوح. بجوز تقول لحالك او تفكر مثلا هيك، كيف هيك بتعمل شوريا؟ العالم شو رح تحكي؟ صح كلامي؟ تعال معي، ما بيهمني اذا تزوجنا او لا، المهم انه نبقى رفقات ماشي؟ وكرفيقة فيك تخبرني عن اي شي بيخطر على بالك وبدون تفكير ماشي، ومو مهم اذا حبيته او لا، المهم انك تطلع كل شي بقلبك. أرشي أنا حاسس إنه اللي عملته غلط ومزعج. فهمانتك.
مفكر أنا ما مرقت بهيك شي؟ كيف؟ أنت مفكر كان سهل علي أتجاوز سهيل؟ مستحيل ننسى شوريا، الحب الأول بحياتنا، وكمان ضروري لازم نكمل حياتنا لأنه هي ما بتوقف عند شخص واحد. شوريا لازم تنسى. يمكن تنحل. انت ولا يهمك، كل شيء رح يكون منيح. مو معقول قديش هون في حلويات رح اكل وخبي الباقي بتيابي. ما بتتذكر نحن ليش صرنا رفقات؟ لأنه كل ما التقينا كنا ننسى كل أحزاننا ونبتسم. بعرف أنه صعب كتير ننسى حبنا الأول، بس رح نتقاسم أحزاننا ونساعد بعض حتى نكفي حياتنا مثل كل الرفقات، مثل ما كنا نساوي وقت اللي صرنا رفقات. ولازم ترجع تركز على شغلك مرة تانية، الشغل اللي كان رح يضيع من إيدك بوقتها. من فضلك ما بدي منك تفكر عم عد الشغلات اللي ساويتها، لا أنا بس عم حاول خليك تفهم إنه كلنا بحاجة رفقات يكونوا حوالينا وبكل وقت، خاصة وقت ننكسر. والصديق العقلاني بيخلينا نعرف غلطنا وبيساعدنا نتجاوزه. اعتبر إنه هذا الزواج مجرد عذر لنخلي ارتباطنا كرمال أهلنا بس، مو أكتر من هيك. وإذا مانك مقتنع بهالشي مو مشكلة، رح أنزل أحكي مع العالم وفهم عيلتي وعيلتك كمان إنه بدي تكون مبسوط وبس. أرشي وافي، أنا جاي معك. شكلها انحلت المشكلة ورح يكمل المراسم. ممتاز، شكرا. شوفي شوريا، ابتسامته وطبيعته الحلوة اختفوا بالمرة. يا حلو تعال عندي بدي آكلك. لا تبكي يا روحي، لا لا لا، خلص خلص خلص، لا تبكي، امك رح تجي. اوه اوه اوه، خلص يا روحي خلص، اهدى اهدى اهدى، لا تبكي لا تبكي، اهدى 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 اهدى، دقيقة يلا دقيقة. موهيت خلص موهيت. شوفي امي، شو رأيك؟ اطلع ابنك ما عم يوقف عن البكي. اتصل بسونال خليها ترجع على البيت فورا، ما في داعي تبقى هنيك. ايه ايه خلص يا روحي خلص. اوه الو، لحظه هذا اللي كنت متوقع. شو قصتك؟ شو بدك يانا يعني؟ بدك الكل يقطع صلته بشوريا وعيلته مثل ما عملتي انتي؟ بدك الكل يدعمك بحزنك هاد؟ واللي بتصور ما في داعي يكون هالقد؟ ما اعتبر حزني ما إله داعي؟ مهيت خد
اتع. لا 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 يا حبيبي لا لا يا بابا. انت عم تعتبرني سخيفة لاني حزنانة على بنتي هيك؟ نحن بسبب السيد شوريا خسرنا مهيك للأبد، وجاي عم تقلي انه هالشي غلط؟ انت عم توقف جنب شوريا وتدعمه، وهو شو عمل؟ لسه مرته مهيك ما صار لسنة متوفية، وهو بده يروح ويتزوج. خلص كانتا، مالك شايفة شوريا شلون وصل لمرحلة كتير سيئة من الاكتئاب؟ ونحن كلياتنا شفنا حالته بعد موت مهيك، ما كان عم يقدر يوقف تفكير فيها ولا يوم، وما قدر يتجاوز صدمة وفاتها. ولا تنسي البنت اللي اجت وانقذت حياته، لولاها يمكن كان هديك البنت عملت واجبها بالكامل كإنساني، وكمان هي طبيبي لا تنسي هالشي. من فضلك لا تذكر اسم هديك البنت قدامي مرة تانية. صح كانت طبيبته وكان من واجبها انه تساعد شوريا، بس شو عملت؟ بنت مريضة. شو نوع الناس يلي بتعمل هيك؟ وفوق هاد أهل شوريا كانوا مبسوطين بهذا الشي، ما توقعت هذا الشي من أمه. زوجت شوريا من بنتي أدوب بيعرفوها عن جديد؟ شو المشكلة بالموضوع؟ أنا على قد ما كانت وفاة مهيك مهمة عندي، بس أتأكدي كانت وفاتها مجرد حادث، حادث وبس. شو اللي بدك يا أنتي؟ بدك شوريا يعاقب حاله يعني؟ بدك ياه ما يكفي حياته؟ لازم يدمر حياته الولد بس لأنك زعلانة؟ ما بتهمني حياته. في طريقة واحدة حتى سامح شوريا بحياتي كلها، وهي إنه بنتي مهيك ترجع وتعيش. اللي فيك تخلي بنتي مهيك ترجع تعيش؟ أرشي حلو كتير. طيب ليك فيكي، انتبه على شال أرشي. ليك شو الناس اللي بعدين وينك؟ لو سمحت حاجة تزعلني منك، أنا كتير قلقانة عليك. يا مدام، لو سمحتي حطي الشال حوالين العروس. حاضر يا حكيم. كأنه عروس. شو بدي أعمل؟ كيف بدي فوت لجوا؟ ما عم بقدر احكي مع موهيت، رح اطلع جرب مره تانيه، يمكن برا احسن. سونا استني دقيقه. شو فيها؟ مبينه خايفه ومو حلوه، بعدين شوفي شعرها كتير بشع. غليظه. خلص تعي نفوت لجوا بعدين بتحكي معه. استني. مو معقول ما عم اقدر شوفه لنيف. من فضلك غطي راس العروس بالشال وهيك بتخلص المراسم. اكيد رح يكون الشال مناسب لك.
شو صار؟ شو ليش هالهوا؟ شو هالهوا؟ حدا شوف شو صار؟ مين شغل المروحة؟ عيوني بلشوا يوجعوني يا جماعة. يمكن غلطت غلطة كبيرة. هلا جدي رح يصرخ علي وأمي رح تضربني وتوجعني. أنا ما عم بقدر أشوف يا جماعة. مين هذا الولد؟ مين جابه لهون؟ اهدى. مو مشكلة، هاد ولد صغير. عجيب، فهمني انت كيف عم تقول مو مشكلة والشال طار واجا على راس مرة تانية، وهذا الشيء مو منيح ابدا. هدي حالك، انا رح حل القصة، رح جيب الشال وبعدين مننهي المراسي. معقول؟ شو هذا اللي على راسي؟ كان لازم نحبس نيف بالغرفة، ما كان لازم جيبه معي. إذا منتركه بس لحظة بفوتنا بمية مشكلة. ما عم أقدر فيه. عفوا مني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.